من سوق الجملة للخضر والفواكه الدار البيضاء. عايشة الغزال، صباح الورد، الساعة 7. السلام عليكم، تحية للجميع. اليوم 6 شهر 1 يوم السبت، اللهم بارك في 2024. تحية لخالد معطي، الله يسهل. اشترينا بطاطا خويا بخير ب 70 ريال. الكترونية من مصادر مهنية أن تصدير السلع بما فيها المنتوجات الفلاحية نحو إفريقيا عبر الكار أكبر نقطة حدودية برية في المملكة من حيث النشاط التجاري تجاه غرب إفريقيا متوقف منذ 4 أيام، وذلك بسبب قرار حكومي موريتاني برفع أداء الرسوم الجمركية عن كل شاحنة ومستحقات سلطة التنظيم. وبحسب مصادر الجريدة فإن القرى، وأوضحت أن الجمارك الموريتانية قررت رفع التعريفة المؤداة عن كل شاحنة، مثلا كل شاحنة كان يؤدى عنها 28 ألف درهم أصبح لزاما وفق القرار الجديد دفع قرابة 60 ألف درهم، وهو ما أغضب العديد من المستوردين الموريتانيين والأفارقة، وطلبوا وقف عملية التصدير بشكل مؤقت إلى حين اتضاح الصورة. إعلان وأكد أن هذه الزيادة في الرسوم الجمركية قرار موريت. شمال يمكن 76 و تشد الدربه غير ريال الله يسهل عليكم. صباح الخير خويا، خير صباح الخير خير صباح الخير 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 صباح البان اخويا محسر غالي التمر 250 تحية للعنقرة اخويا. فلفلة كاينة 100 ريال وكاينة 9 ريال، النيورة كاينة 9 درهم، والخيار 150 ريال. الله يحفظك خويا، 150 الخيار. صباح الخير. صباح الخير خويا، الله يحفظك. شحال البصلة؟ البصلة 100 ريال اخويا. 100 ريال وكاينة 110. عندنا الجودة اخويا محسن، حمراء وبيضاء كاليتي. اللهم بارك. آخر ما غلات كم كلتوهم؟ كانت البصلة مليحة 120 ريال. صباح الخير 120. نايبينو كاينة 8 وكاينة 7. نايبينو. شيفرون كاينة 1000 ريال وكاينة 11 ريال. شيفرون. كاينة 100 ريال القرعة وكاينة 110 بحبات ملاح وفيها كاينة هادي 14 شعرة 14 درهم اللي كاينة 14 البصلة اخويا كاينة 56 54 وكاينة ماركة أخرى كدير 40 38 42. الله يحفظك الخوي وتحياتي لك. الله يسهلك. مليحة مليحة على الخير دير ربي. تحية لخويا صباح الورد. الله يحفظك سعد الصباح. شحال بعتوا اليوم؟ هذه خويا بعناها ب 10 هذه النقلة. النقلة. والأخرى بشحال دايرة؟ هذه دايرة 8 ونص. 8 8 تحياتي لك خويا. الله يسهل عليك. ناصر بحال الدجال. وناصر بحال الدجال. الدجال 56. والفلفلة؟ الفلفلة 4 دراهم و 56 4 دراهم. شحال قال لك أخويا؟ شحال قال لك أخويا؟ 56 4 دراهم. 50 اللي قال لك؟ 4 دراهم. هذا راه الله يعمر هذا راه. الله يحفظك تحياتي لكم. الله يسهل عليكم. كل شيء الحمد لله عنده. الحمد لله. وما شاف لي الخاوي ديالنا؟ لا لا ما شافش الخاوي. بطاطا حلوه ديال الدكاله 60 ريال. بطاطا حلوه ديال ولاد زيان 6 درهم. ما عطيتش 170. والحاج
شنو بارك عليا مستوى يوسف مزروله شحال بعتو بال مزروله 40 درهم كيف بقيتي بعدا شويه بلاصين ديالها هو قول لي بشحال كيف بقيتي شويه كي باقي باين فيك ليا شحال كتبيع هاد المزروله بشحال مزروله 70 ريال 66 عندك غتاكل ما عندك حتى هي غتاكل بالصحه والراحه مرحبا بكم والتحيه لعمر اها 110 كاب هامت البنتي 170 180 كاينه هذه 100 ريال تحية خير بونجور صباح الله مدير صباح الخير صباح شحال هذه شحال هذه مصاف شحال 5600 وادي هذه كاينه 50 وكاينه 60 ريال 60 ريال اللي شاد كاينه هذه ناقصه شويه 100 ريال شي جبانه من 40 من 50 على حسب انا معك اللهم بارك خير خويا سعد الصباح شحال داير القوق؟ القوق داير 8 دراهم ام حسين والمليح تبارك الله اللهم بارك النقله 10 دراهم النقله 10 دراهم؟ اه هذه النقله والعادي راه بسباس كاينه 66 وكاينه 70 ريال وكاينه 60 على حسب البسباس كيفاش قرون 4 دراهم للكيلو تبارك الله اللهم بارك خير تبارك الله شحال قلتي لهم مطيشه؟ 4400 اين المنطقه هذه جديده يا جديده تبارك الله الله يسخر لك امين مرحبا الله يحفظك ليموس كاينه 90 وكاينه 80 والتحيه لامكا عماد الله يسهل عليه تبارك الله الدنجر 60 ريال والحلوه 90 ريال عادي خويا شحال جبنه خويا 240 قال لك 240 لوبيا كاينه 15 وكاينه 14 درهم 15 14 تبارك الله هنا كاينه 7.5 وكاينه 8 درهم 7.5 8 درهم اللي كاينه في البان تبارك الله ديال البرد اللهم بارك الناس ديال البرد تحياتي لكم البصله كاينه من 90 ريال حتى ل 110 على حسب البصله المزروله 70 ريال والقرعه 70 فدقوس 70 ريال الله يحفظك يا صباح الورد صباح النور شحال الدنجال وشحال الحلوه سي ناصر الدنجال 50 ريال 4 دراهم الفلفل 4 دراهم والدنجال 50 تحيه لخويا ناصر تحياتي الناس هواره الله يعوضكم كاينه 70 وكاينه 80 على حسب الكليمانطيه كبيره تبارك الله على حسب الكليمانطيه كبيره كل حاجه والثمن ديالها تحيه لخويا الله يسهل عليك تحيه لك الله يحفظك الله يحفظك ليا خير السوق 3 دراهم تبارك الله خير كي داير تبارك الله خير كي داير اللهم بارك اللهم بارك كول عاد اقول كاينه كول عاد اقول كاينه هادي 3 دراهم وكاينه هادي 2 دراهم تحية السبوعة الله يسهل عليكم نجال 50 وحلوة 80 ام حسين تحياتي ليكم الله يسهل تحية تحية لخويا عبد الكبير راك مشهور بالمليح الله يسهل عليك ديما بالنقعة خويا اش دار لك في السوق هاد الايامات السوق هاد الايامات اول حاجة فيه الفساد ما كاينش بيع وشراء ما كاينش بيع وشراء وشراء قليل والسلعة غالية الله يدير شي تاول ديال الخير ملي جيت تفسر هاد الامور السلعه غاليه يعني في المنبع ديالها غاليه هي نورمالمون ملي كيكون الكساد وما كيكونش البيع والشراء الثمن كيطيح ولكن ملي كتهضر مع الناس يعني مع الفلاحه من كنشريو السلعه كتلقى الاثمنه يعني طالعه والسبب ديالها هو التصدير ديال السلعه السلعه قليله وعليها ضغط ديال التصدير
كتضطر انك تولي تشري السلعه مع صحاب التصدير. الثمن اللي كيشريو به التصدير كتشري به حيت الاصل ديالها قليل. طلبوا من الله، الله يرحمنا. اللهم امين. الله يسهل عليك اخويا عبد الكبير، وتحياتي لك. بلاصه ديال عبد الكبير بالينو 10 درهم بالينو، والقرعه 8 درهم. كاين 150 وكاين 140. النيورا كاين 160 ريال، النيورا مليح تبارك الله. كاين هاد الحلوة 90 ريال 100 درهم.